بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم. وكيفية عمل ملف وورد في صورة نموذج غير قابل للتعديل، قابل فقط للتعبئة، يعني يكون عندي نموذج زي ده. ده بالمناسبة كلام عشوائي ملوش أي علاقة بالموضوع، بس عشان شكلا يعني، فما يبقاش المستخدم عنده القدرة إلا إنه يعبي البيانات هنا، يعني يبقى كل الملف غير قابل للتعديل باستثناء الخانات اللي هو مطلوب منه إن هو يعبي. عشان اعمل كده، اول خطوه ان انا لازم اظهر الديفلوبر تول بار. الديفلوبر تول بار باي ديفولت الاصل فيه هو كده ظاهر، فانا لازم اعمل رايت كليك كاستمايز ذا ريبون واعلم على ديفلوبر واقول له اوكي، فبيرجع الديفلوبر يظهر. ببدا هنا احط الحقول اللي انا عايز اليوزر يستخدمها. يفضل بشكل عام ان انت دايما تستخدم جدول. اي حاجه اليوزر هيكتب بايده نص، فعندي نوعين، عندي حاجه اسمها ريتش تكست وحاجه اسمها بلين تكست. لو انا عايز اسمح بالتنسيقات المختلفه يبقى استخدم ريتش تكست، يعني الاسم والتليفون هيبقوا ريتش تكست والايميل كمان. ديت اوف بيرس عايز اطلع له الكالندر عشان يختار، فانا عندي اداه اسمها ديت بيكر. الجندر عايز احط له اختيارين ميل وفيميل، فانا هستخدم راديو باتون. هاجي هنا كده هقول راديو باتون، هديني اوبشن 1، احط واحد كمان راديو باتون فهديني اوبشن 2. هقف على اوبشن 1، ادوس على بروبرتيز، ادور على كلمة كابشن واكتب اللي انا عايزه. يعني انا عايز هنا يتكتب لي ميل رجل ذكر، ونفس الكلام في اوبشن 2، ادور على كلمة كابشن واكتب قدامها اللي انا عايزه. طيب هعمل نفس الكلام في السوشيال ستيتس، هنا هحط راديو باتون هكتب عليه مارد، يبقى هاجي كابشن اكتب مارد، وهاجي راديو باتون تاني واسميه سنجل عسل. فين الكابشن اهو، محدش يغير من النيم، احنا بنغير من الكابشن. طيب الفورم دي دلوقتي شغاله، في بس مشكله واحده بس، انا هلغي الديزاين مود عشان اجربها. اقدر اكتب اسمي اهو، اقدر اكتب رقم تليفوني، اقدر اكتب الايميل بتاعي، اقدر اقف هنا وادوس على الكالندر واختار. وطبعا انا صعب جدا ان انا افضل اوصل لغايه 1980، فمفيش مشكله ان انا ممكن اكتب 25، مش لازم اختار يعني 4980 ميل. في بقى غلطة هتحصل دلوقتي، انا هختار من الجندر ميل ومن السوشيال ستيتس مارد، هيسمح لي من وسط الاربعة دول اختار حاجة واحدة بس، يعني من وسط ميل وفي ميل ومارد وسنجل اصبح ما عنديش القدرة غير ان اختار حاجة واحدة. اللي حصل ان هو فاهم ان الاربع ازرة دول مرتبطين ببعض، فانا عايز اقول له لا، ميل وفي ميل مرتبطين ببعض ومارد وسنجل مرتبطين ببعض. عشان اعمل كده برجع للديزاين مود، بفتح البروبرتيز، بحط الميل والفيميل في جروب، يعني بدور بقف على ميل، اتاكد ان انا واقف اهو على الاوبشن باتون، وادور على كلمه جروب واديها اي اسم وليكن حرف الام، واجي ادي الفيميل نفس الجروب كده. انا بقول له ايه؟ بقول له الاثنين دول ينفع اختار منهم واحد. هلغي الديزاين مود، هختار ميل ومارد هتشتغل، هختار في ميل وسنجل هتشتغل، لكن ما ينفعش اختار في ميل وميل ولا مارد وسنجل. طيب انا خلصت الفورم، انا عايز اقفل بقى ان ما حدش يقدر يعدل نهائي في الفورم، يقدر بس يعبيها. من ديفيلوبر من نفس المكان او من فايل بروتكت. في الحالتين عندي حاجة اسمها restrict edit. خلينا نعملها من نفس المكان، developer restrict edit. الملف ده انا هسمح فقط بتعبئة النماذج. يبقى ملف الوورد ده اللي اسمه document 1، اول ما اعمل force protection، اول ما اعمل حماية، هيكون المستخدم من حقه بس يعبي الفورم. يبقى انا عملت ايه دلوقتي؟ قفلت الملف، مش سامح غير بحاجة واحدة بس اللي هي تعبئة النموذج. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.